في فيديو النهاردة هنتكلم عن الفنانة ياسمين رئيس، وهنعرض ليكم فيديو ليها وهي بترقص بطريقة مثيرة جدا على ملوك الجدعنة، ولعت السوشيال ميديا كلها، وتعليق الجمهور هو في ايه. لكن قبل ما تكمل الفيديو انزل بسرعة واعمل لايك، عايزين نوصل الفيديو ده ل5000 لايك، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل جرس التنبيهات علشان كل الجديد يجي لك لحد عندك. يلا بينا نكمل الفيديو لكن بعد الفاصل. ياسمين رئيس من مواليد سنة 85 وعندها دلوقتي 36 سنة. درست ياسمين في كلية سياحة وفنادق، واشتغلت فترة في مجال الإعلانات وعروض الأزياء، لكن حبها للفن خلاها تحضر ورش عمل خاصة بالتمثيل، وقدرت انها تلفت نظر المخرج هادي الباجوري لموهبتها الكبيرة في التمثيل، اللي اختارها الأول عمل فني ليها وهو مسلسل عرض خاص سنة 2010. بعد كده شاركت في مجموعة مميزة جدا من الأعمال الفنية زي فيلم اكس لارج ومسلسل طرف ثالث وفيلم فتاة المصنع، وبيتعرض دلوقتي ليها مسلسل ملوك الجدعنة واللي بتقدم فيه دور فاتن حبيبة سرية اللي بيقدمه الفنان عمرو سعد. ورغم ان مسلسل ملوك الجدعنة اتعرضت منه لحد دلوقتي حلقات قليلة جدا، الا انه حقق نجاح كبير ونسبة مشاهدة عالية، خصوصا في اليومين اللي فاتوا بعد قراية فتحة فاتن وسرية في الحلقة الثامنة من المسلسل، لدرجة ان الفنانة ياسمين رئيس اتصدرت امبارح الترند في تويتر بعد قراية فتحة فاتن وسرية. وشاركت ياسمين رئيس مع جمهورها ومتابعيها على انستجرام فيديو ليها وهي بترقص بطريقة مثيرة جدا بالبيجامة قدام شاشة التلفزيون، ولعت السوشيال ميديا، وكانت بترقص الفنانة ياسمين رئيس على أغنية ملوك الجدعنة للفنان أحمد سعد. بمجرد ما نشرت ياسمين فيديو الرقص ده، انتشر الفيديو بسرعة البرق في كل مواقع التواصل الاجتماعي، وجت تعليقات كتيرة من الجمهور على الفيديو، وابتدى يسأل البعض هو في ايه، ونال الفيديو اعجاب الجمهور جدا اللي اشاد بدورها في مسلسل ملوك الجدعنة وبالنجاح الكبير اللي حققه المسلسل في الكام يوم اللي فاتوا. وبكده يكون فيديو النهاردة خلص، لكن لسه اسرارنا ما خلصتش. استنونا في فيديوهات جديدة واسرار جديدة على قناتكم اسرار النجوم.